اليمن تحت المنشار من جديد. هذا ما توحي به على الأقل العودة غير المعلنة للمبعوث الدولي جمال بن عمر إلى صنعاء بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفقا للمبادرة الخليجية وعلى أساس من الآلية الأممية لتنفيذها. عودة بن عمر إلى صنعاء تأتي لتقييم ما تم تحقيقه على الأرض من استحقاقات المبادرة، وقبل أسبوع واحد فقط من عودة مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث مسار تنفيذ الحل السياسي في هذا البلد. البعض رأى في عودة المبعوث الدولي إلى اليمن وفي هذا التوقيت تحديدا رسالة واضحة إلى كل أطراف النزاع، مؤداها أن أداء وسلوك أي طرف بات منذ الآن تحت الرقابة والرصد، ويمكن أن يؤول إلى المحاسبة في حال مخالفة ما تم الاتفاق والتوقيع عليه. مصادر في المعارضة اليمنية قالت إنها ستتقدم إلى المبعوث الدولي بشكوى حول ما تسميها خروقات ارتكبها النظام كقتل المتظاهرين وعرقلة مهام لجنة الشؤون العسكرية وتأخير تشكيلها، بالإضافة إلى ما قالت إنها مخالفات لموجبات المبادرة الخليجية من قبل رئيس علي عبد الله صالح. تجاوزات عدة، هناك عنف شديد في تعز، قتل متظاهرين، هناك معارك تدور في صعداء، هناك تجاوزات من قبل علي عبد الله صالح بإصدار تعيين لأمين عام رئاسة. ردود الفعل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني تفاوتت في الشارع اليمني بين الرفض والتشكيك أو التفاؤل الحذر. الحكومة الانتقالية ضم عدد من الأسماء الممتازة والتي نكلنا لها تقدير والاحترام خاصة في جانب اللقاء المشترك. يشكلون الحكومة الوطنية هي لا تعنينا لا من قريبا ولا من بعيد. المحتجون من الشباب خرجوا في تظاهرات كبرى رفضا لهذه الحكومة وللمبادرة الخليجية وكذلك للمطالبة بإسقاط النظام وليس رأسه فقط. متظاهرون آخرون من مناوئ صالح من غير المنضويين في أحزاب سياسية اعتبروا أن تشكيلة الحكومة الجديدة لا تعكس جدية في تنفيذ المبادرة الخليجية، ما يؤكد في رأيهم على ضرورة استمرار الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها. أنور العنسي، BBC. تشهد العاصمة الصومالية مقديشو معارك عنيفة بين قوات الحكومة الانتقالية وبين مقاتلي ميليشيا حركة الشباب.